اهلا بيكم معانا مره تانيه بعد الفاصل. دلوقتي بقى هنعمل طاجن الرز المعمر المتين. اول حاجه عشان نعمل طاجن رز معمر على قد فردين، يكون عندي كوبايه رز كبيره، يعني على اساس ان احنا هنعمل طاجن الرز وما بيتسخنش كتير، ولما بيتسخن بيبقى طعمه بيتغير شويه. كمان في كوبايه لبن وكوبايه كريمه، بنسخنهم بنعلي درجه حرارتهم، لان الكريمه واللبن لما هينزلوا باردين جوه الطاجن على الرزايه فهتبشنن كده لحد ما درجه حراره السائل اللي حواليها تعلى، فكده الرزية مش هتبقى مفلفلة. انا حطيت كوباية كريمة وكوبايتين لبن، ودلوقتي ده مكان الكريمة حطيت فيها شوية مية علشان هنحافظ على الكوست شوية، وهنسيبهم يسخنوا. الكلام ده كله هحط فيه دلوقتي معلقة ملح، عشان الرز كده يبقى متحيق ويبقى متزبط، وبعدين هحط معلقه فلفل ابيض. الرز المعمر من هو زي عامل زي الشوربة البيضة، لما اتكلمنا كتير عن الشوربة البيضة والكريمات والحاجات دي ما بياخدش توابل غامقه، فكفايه عليه قوي معلقه الفلفل الابيض. طبعا لو انت عندك شوربه عايزه تكملي بيها اللبن والكريمه ما فيش اي مانع، الموضوع هيبقى في منتهى اللذاذه، بس دلوقتي احنا ما عندناش شوربه. انا عندي بس الطاجن، طاجن صغنن كده على قد عروسة وعريس، هنزل فيه بالرز. رز طبعا مغسول ومتصفي كويس، علشان يبقى يعني مغسول من قبل الاستخدام بحوالي 3 او 4 دقايق، يعني مش من المية على هنا على طول، لا اديله فرصة كده ان هو ايه يعني يتحرك. هنحط التلت رز والتلتين مية او سائل، يعني اللبن والكريمه اللي احنا بنتكلم عليهم. قلب كده كده، الكريمه بدات على النار تفك كده وتحل، عشان هي قوامها بتبقى عامله زي القشطه. طبعا لو عندنا قشطه بقى يا سلام، يا سلام على الطواجن بالقشطه، جميله جدا. بس الكريمه الفريش برضو بتديني نفس التست ونفس نفس الشغلانه يعني. وبعدين مجرد ما درجة الحرارة بتاعته هتعلى كده، هننزل بقى على اللبن بالشكل ده، هنزل عليهم كده بالتساوي، هديها تقليبة تقليبة خفيفة عشان الرز ما يتكسرش. ما ننساش انه اللبن والكريمة والسائل اللي انا حطيته يعني سخن ومتحيق بقى كده ومتزبط. بعدين هحطه في الفرن لمدة ربع ساعة لحد كده ما يتشرب على درجة حرارة 160. أنا مش عايزاه يتشرب على نار هادية، لأنه اللبن أسهل ما يكون إن هو يفور جوه الفرن. فطبعا إحنا دلوقتي مش يعني، أنا عايزة الرز يستوي على نار هادية عشان يطلع لي كده مفلفل ومشكشك، وأول ما يتشرب هنخرمه كده بالمعلقة ونحط بقى في قلبه مكعبات زبدة، لأن هو ما خدش لسه الزبدة بتاعته. ودلوقتي هنعمل حاجة من الحاجات الحرشة اللي بتتقدم بقى مع الطواجن والأكل البلدي، مش سلطة بلدي. هنعمل النهاردة طماطم مخللة، الطماطم المحبشة دي اللي كل الناس بتحبها، بس مش عارفين يعني ايه السر في مزازتها ولذاذتها، ايه اللي بيميزها عن التتبيلة العادية بتاعت السلطة البلدي. الطماطم متقطعة بالشكل ده، هنحط عليها شوية ثوم، ثوم مفروم، بس اهم حاجه يكون مفروم ناعم، ما يكونش فيه الحتت اللي هي بتيجي كده في البق دي، بالزيت بتاعه كده. وننزل عليهم بثلاث معالق عصير ليمون، كمان شويه. وعندي بقى الكزبره الخضراء. الكزبره الخضراء دي من الخضروات اللي ريحتها جذابة جدا جدا في الأكلات الأورينتال والحاجات الشرقية أكتر بمراحل من البقدونس. البقدونس طبعا له طعمه وتيسته واستخداماته، لكن الكزبرة، ورقة الكزبرة معروفة دايما إن احنا بنستخدمها في الأكلات الشرقية وبس.
لما بقى بنحب احنا نحرف بنضيف بقدونس، لكن حتى تلاقي كمان في المحشي يقول لك ايه، ركز لي كده على الكزبره، حطي لي ربطتين كزبره وواحده بس بتبقى بقدونس او لا، ونركز كده على الشبت والحاجات اللي هي ريحتها نفاذه دي. دلوقتي هضيف الكزبره عشان تدي الطماطم طعم مميز، ده غير طبعا فوائد الكزبره الخضراء، الكلوروفيل والزيوت اللي فيها والحاجات الممتازه اللي فيها. هنضيف كمان شويه زيت زيتون، ممكن تضيفي اي زيت عادي، بس زيت الزيتون مع الثوم والليمون والكزبره والتحبيشه الجامده قوي دي هيديها كده ايه، نكهه كده، نكهه قويه. عندي كمان معلقه خل ابيض، حاجه كده جنشه كده. عندي كمان بقى هنضيف البهارات، شويه ملح، ملح خفيف لانه الطماطم بطبعها هي من الحاجات الحوادق يعني، وكمان مش عايزه اثر على الطماطم ان هي لما تقعد ساعه او ساعتين ما تجيبش ميتها وتدبل بسرعه. كمان شويه بقى حاجات سبايسي كده عشان العمليه تحلو. يا سلام، حته طبق يجنن من الاكلات الحرشه، حلوه قوي. ادي كمون كمان، وهنديله تقليبة كده مية مية علشان كل الكارتير بتاع الطماطم اللي هو القطع الكبيرة دي تتقلب كويس قوي بقى في الخلطة الجامدة. ممكن كمان على فكرة اللي عايز يحط خيار، اللي عايز يحط كوسة مقلية، اللي عايز يحط بتنجان مسلوق، ينهار أبيض يعني، خلطة ضرب نار في منتهى الشرقية يعني. حتى تلاقي الطماطم المخللة دي في أفخم المطاعم وهم بيقدموها كده جنب الأكلات، زي في بداية الأكلات بينزل لك كده طبق طماطم مخللة وطبق خيار مخلل وطبق بتنجان مخلل، بابا غنوج، طحينة، بصارة، عدس، الحاجات دي كلها بتاعتنا بتاعت مصر، كل الحاجات دي فاتح للشهية. فاحنا دلوقتي الخلطة بتاعتنا خلطة شقية وسرية مية المية. هنحط الطماطم في الطبق بالشكل ده، يا سلام يا سلام، بصراحة لا تقاوم كده. ونحط عليها شوية دقة، دقة من اللي هي معمولة فيها، على فكرة ريحتها جميلة جدا وتليق بقى مع أكلات كتير يعني. الطماطم المخللة دي شغالة معانا أورينتال، وشغالة معانا إيطالي، وشغالة معانا إنجليزي، فرنساوي، شغالة معانا في كل حاجات. أنا دلوقتي الطماطم جاهزة، عايزة بقى أبص على الفرن، وادي كده الطاجن البامية تمام ومية مية. هنبتدي بقى دلوقتي، الله على الريحة تجنن. ادي طاجن البامية الجامد جدا جدا، ريحة اللحمة الضاني جوه الأكل بتدي للأكل كده شمخة كده غريبة. موضوع ادي ورقة لورا عايزين نتخلص منها. اللحمة الضاني من اللحوم الدسمة قوي زي ما قلتلكم، وبيبقى ليها كده طعم وتأثير نفسي، تأثير معنوي على على المعدة. ادي البامية كده بالشكل ده، هنقدمها بس معاها 2 سلايز ليمون. الليمون مهم عشان المزازة، بس احنا هنحطه كده على جنب عشان اللي مش عايز، اللي ما بيحبش الليمون مع البامية يعني كده. مسحة خفيفة للطبق عشان ما يبقاش فيه اي حاجة، لا كده ولا كده. وبعدين طاجن البطاطا، طاجن البطاطا الطاجن اللي مليان جوز هند ومليان، انا هاخد الحتة اللي في النص الحلوة دي كده علشان عجباني، عيني عليها. واو، جوز هند على زبيب على سكر على قشطة على زبدة على بطاطا بكل الفوائد اللي جواها، بلونها الرائع، بالسكر اصلا نسبة السكر الطبيعية جدا اللي جوه البطاطا، الكربوهيدرات والخلطة الجامدة دي بصراحة
حاجة كده لا تقاوم. الرز في الفرن، يا سلام. حضر بقى كده الطبق بتاعه عشان الرز ده حبيبي حبيبي حبيبي. أنواع الرز المعمر كلها، سواء حلو سواء حادق، بصراحة هي ملهاش حل، فالواحد وهو بيعملها وهو بياكلها بيبقى في حالة نفسية بيبقى في حالة نفسية جيدة. بسم الله. إن شاء الله تكون وصفاتنا النهاردة كانت خفيفة على قلبكم، ويا رب تكون فعلا فعلا قدرنا نسعدكم. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لنا إيه رأيكم فيها، ونشوفكم في حلقات تانية ووصفات سعادة أفضل. باي باي.